السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة الجديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما، وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الحلقة تاع اليوم خاصة بوصفة للزيادة في الوزن وفتح الشهية عند الأطفال أو حتى عند الناس الكبار، يمكن لهم يستعملوها كمشروب يوميا يتخذ 2 مرات في النهار قبل وجبة الغداء وقبل وجبة العشاء بنصف ساعة لمدة شهر بإذن الله. غادي تلاحظوا النتيجة الجميلة اللي غادي تحصلوا عليها. كاين العديد من الاطفال ما كيتناولوش الطعام ديالهم، يعني ما عندهمش الشهيه، ولا حتى عند الناس الكبار يمكن لكم تستعملوا هذه الوصفه هذه الا ما كان عندكم حتى شي مانع صحي. دائما خصنا نعرفوا اولا السبب. كاين العديد من الناس يعني ولا الاطفال مصابين بالديدان اللي كتكون عندهم في الامعاء. خاصه هاد الاشخاص هادو كيكونوا عندهم يعني نحافه شديده، وكتكون عندهم بعض الاشخاص الشهيه مفتوحه، وبعض الاشخاص على حساب النوع ديال الديدان اللي كتكون عندهم ما كتكونش عنده الشهيه، يعني الشهيه مفقوده. ضروري احبائي الاعزاء اول حاجه نديرو هو علاج السبب اللي كيؤدي للنحافه الشديده او لفقدان الشهيه. عاد يمكن لينا يعني نستعملو وصفات لفتح الشهيه والزياده في الوزن. كاينين بعض الوصفات لفتح الشهيه والزياده في الوزن، وايضا علاج الديدان ديال الامعاء غادي نطرحها باذن الله. يمكن لكم تاخذوا الوصفات اللي غادي نطرح لانها وصفات كتعالج. اول حاجه كتعالج يعني تطرد الديدان من البطن، ثاني حاجه كتفتح الشهيه، ثالث حاجه كتزيد في الوزن ديال الجسم ديالنا. هاد الوصفة هادي على بركة الله. المكونات اللي غنحتاجو فيها، غادي نحتاجو فيها الشوكولات بودرة، يعني أي نوع ديال الشوكولا بودرة كتستعملوه في البيت ديالكم يمكن لكم تستعملوه في هاد الوصفة هادي. غادي نحتاجو ايضا الحلبة بودرة، وغادي نحتاجو كأس كبير من الحليب او اي نوع ديال العصير. عفوا، طريقة ديال الاخذ ديال هاد الوصفة، غادي ناخدو ملعقة كبيرة ديال الشوكولا بودرة، نضيفو عليها ملعقة صغيرة ديال الحلبة بودرة، ونضيفوها على يا اما الحليب دافي او اي نوع ديال العصير يمكن لكم تاخدو في هاد الوصفة هادي. نحركوا هذه المكونات هذه مع اضافه القليل من العسل ديال النحل اذا كان متوفر. ما كانش متوفر يمكن لكم تضيفوا القليل من السكر، ويمكن لكم ايضا هذه الوصفه هذه ديروها يعني مع العصير ديال البنان او العصير ديال التفاح او اي نوع حبيتوا انكم تاخذوا به هذه الوصفه هذه. المكونات الاساسيه اللي في هذه الوصفه وهي البودره، شوكولا بودره والحلبه بودره. اما النوع الثالث يمكن لكم اختيار، كيبقى لكم الاختيار. طريقة ديال اخذ هاد المشروب هذا، قبل وجبة الغداء غادي ناخذ كأس كبير من هذا المشروب، وقبل وجبة العشاء غادي ناخذ ايضا كأس كبير من هذا المشروب. هاد الوصفة هذه كنداوموا عليها لمدة شهر بإذن الله، غادي تلاحظوا النتيجة اللي غتحصلوا عليها في الزيادة في الوزن وحتى الشهية ديال الاكل ديالكم، غادي تلاحظوا بأنها تقادات بإذن الله. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء اللي ما فهمش شي حاجه يمكن له يطرح السؤال ديالو. كنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا ليا القناه وتشجعوني بلايك باش دائما نوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.